كشفت مصادر إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا استدعى حكمي الفار الألمان اللذان أدارا لقاء الجزائر ضد الكاميرون، وذلك على خلفية الطعن الذي تقدمت به الفاف إلى الفيفا. ووفق المصادر فسيتم الاستفسار حول بعض الأخطاء التقنية في غرفة الفار والتي أدت إلى إقصاء المنتخب الوطني أمام الكاميرون. وأكدت ذات المصادر أن حكمي الفار الألمانيين قد تلقيا استدعاء من لجنة الانضباط من طرف الفيفا. وحسب نفس المصادر فإن الفيفا سيحقق بشكل جدي في قضية مباراة الجزائر والكاميرون، وخاصة ما جرى في غرفة الفار. ويوم أمس أصدرت الفاف بيانا رسميا قالت فيه: يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والخاص بمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022 ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أبريل الجاري.